الرئيس السيسي يتفقد مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة. جدل غربي حول تسليم كييف دبابات، وبوتين يبحث الوضع مع مجلس الأمن الروسي. صندوق النقد الدولي يحذر من تداعيات الفشل في رفع سقف الدين الأمريكي على الاقتصاد الأمريكي والعالمي. 9 مساء بالقاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، خاصة محور الفريق كمال عامر الذي يعد شريانا جديدا ذلك داخل محافظة الجيزة. كما تفقد الرئيس السيسي محور أحمد عرابي والذي تم ربطه بالطريق الدائري ومحور الفريق كمال عامر، ليكون بذلك محورا بديلا يحل مشكلة التكدس المروري المتزايد على محور 26 يوليو. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، خاصة محور الفريق كمال عامر الذي يعد شريانا جديدا داخل محافظة الجيزة، وهو المحور العرضي الذي يمر في المحافظة من جنوبها حتى شمالها ليربط بين طريقي الدائري منيب والدائري الوراق ومحور أحمد عرابي، في ضوء تطوير محاور وطرق الجيزة وربطها بمحطة بشتيل. السلام عليكم. وتقع محطة بشتيل التبادلية في منطقة وسط بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة، وكذلك لكونها منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر، ووجود وسائط نقل متعددة متصلة بالمنطقة، مترو الأنفاق، مونوريل، خطوط أتوبيسات ترددية، وسائل النقل الجماعي. ويعد محور الفريق كمال عامر شريانا جديدا داخل محافظة الجيزة. المشروع فندم بيبدأ من دائري المنيب جنوبا لدائري الوراق شمالا، 12 كيلو فندم، خلاف المصالع والمنازل حوالي 3 كيلو فندم، بيخدم فندم ويربط منطقة المنيب والعمرانية، خاتم المرسلين، كل منطقة المنيب والعمرانية وخاتم المرسلين، بيعدي بعد كده سيادتك على فندم على شارع الهرم، بعد شارع الهرم بيعدي على شارع فيصل، بيعدي على شارع فيصل سيادتك فندم، بيخدم بعد كده على محور صافي اللبن اللي هو كوبري جامعة القاهرة ثروت اللي هو بيروح الدائري سيادتك، بعد كده فندم محور جامعة الدول العربية مطالع ومنازل، بيعدي بعد كده سيادتك فندم على محور 26 يوليو. قبل محور 26 يوليو يا فندم احنا نسقنا مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة النقل عشان محطة بشتيل ومحور أحمد عرابي الجزيرة يا فندم. بيربط بعد كده سيادتك فندم مع البراجيل باللوبات والمنازل، وبيربط بعد كده سيادتك على الوراق شمالا طول المحور يا فندم 12 كيلو 3 كيلو مطالع ومنازل، موازي شارع السودان وموازي شارع النيل، رفع كثافة هيرفع إن شاء الله بإذن الله كثافة مرورية من على شارع السودان وشارع النيل بنسبة كبيرة جدا، لأن كل قائد السيارات اللي طالعين على المحور نوت اللي بيسلكوا شارع السودان يا فندم وبيسلكوا شارع النيل هيختصروا الطريق ويطلعوا على المحور. تفتكر الكثافة اللي موجودة على الطريق ده لما إن شاء الله يفتتحوا يعني تبقى تفتكر قد إيه في اليوم؟ هتبقى يا فندم حوالي 15,000 سيارة بالساعة فندم. 15,000 سيارة في الساعة. في المحور ده يا فندم اشتغلت 24 ساعة، شغلنا حوالي 50,000 مهني مهندس عامل حرفي اشتغلوا في المحور. كمان يا فندم في حاجة جميلة قوي اتعملت في المحور حسب توجيهات سيادتك، ان احنا اصلا اي مشروع بنشتغل فيه احنا بنرفع كل المرافق اللي موجودة وبنعمل مرافق جديدة، لان المرافق اللي كانت موجودة هنا سيادتك كانت مرافق قديمة جدا ومتهالكة، فاحنا حدثنا ورفعنا وجددنا وكل حاجة تمام يا فندم. كما تفقد السيد الرئيس كذلك محور أحمد عرابي الذي يربط بين طريق المنشية وشارع أحمد عرابي بطول 11 كيلومتر وعرض 6 حارات مرورية لكل اتجاه
كما تم ربط محور أحمد عرابي بالطريق الدائري ومحور كمال عامر ليكون بذلك محورا بديلا يحل مشكلة التكدس المروري المتزايد على محور 26 من يوليو من الطريق الدائري حتى ميدان لبنان وميدان سفينكس بالمهندسين. وانا بس عايز اقول ايه اتفضل، خلينا نرجع للكثافه المرئيه اللي انت حليت المساله لها هنا. تمام، تفتكر احنا حجم التجمعات السكنيه اللي موجوده سواء كان على المحور كمال عامر او احمد عرابي حجم قد ايه؟ مليون؟ 2 مليون؟ بقول لكم الكلام ده مش عشانك انت يا محمد، انا بقول الكلام ده عشان احنا عايزين الناس تبقى عارفه ان ما كانش في خيارات تانيه. تمام، ان احنا نسيب ده كده ونسيب الناس تمام تقعد 3 4 ساعات في الطريق، 5 ساعات ومصالح هتنتهي يعني، فدي حلول مكلفه صحيح، لكن في النهايه هي حلت مساله في الحركه من المنطقه دي بالكامل. الناس كانت بتصور ان احنا مهتمين فقط بشرق القاهره، يعني تمام، شرق القاهره وغرب القاهره وكل مكان محتاج جهد ادينا بنتحركين فيه. في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة، شاركت الوزارة القادرون باختلاف الاحتفال بهذه المناسبة من خلال استقبالهم بوادي الفروسية وتنظيم احتفالية لهم. أشاد المشاركون بالاحتفالية هم وذووهم في تأكيد واضح على اهتمام الدولة بهم والحرص على دعمهم وتقديم الرعاية لهم. مش هخاف من النهاردة الاختلاف، إن ده مسموع لصوت، إن أقوم الظروف، إن مصر بقيادتها السند من كل قوة. قادرون باختلاف أثبتوا قدرتهم على التحدي، أصبحوا رقما مهما في المجتمع بدعم ومساندة القيادة السياسية. تحتفي بهم وزارة الداخلية في إطار احتفالاتها بأعياد الشرطة تحت مظلة مبادرة كلنا واحد قادرون باختلاف، حيث تم استقبالهم وذويهم بوادي الفروسية على بحيرة عين الحياة بالفسطاط. تحيا مصر، تحيا مصر وأمنها، فخر إني منها، أم سندا ابنها، والقيادة كلنا حب ودفاء. أنا جاية النهاردة عشان أعيد الشرطة وعايز أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين. أنا مبسوط وسعيد عشان أنا بحتفل معاكم بعيد الشرطة. أنا بصراحة بشكر رئيس عبد الفتاح السيسي اللي أتاح لنا الفرصة دي الصراحة يعني. طبعاً أنا جاية أقول لهم ميرسي ليكم بجد على الحاجات الحلوة اللي أنتم بتعملوها لنا. اندمج القادرون باختلاف في الاحتفالية التي أقامتها وزارة الداخلية لهم، مبدين سعادتهم الكبيرة باهتمام وزارة الداخلية بهم وحرصها على الاحتفال معهم بعيد الشرطة وسط عروض متنوعة للفروسية وكلاب الأمن والحراسة. من النهاردة مصر كسبت الرعاية، فين تلاقي زيها أمن وأمان؟ من النهاردة مصر كسبت الرعاية، فين تلاقي زيها أمن وأمان؟ مبسوطة أوي 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 أوي، كسبت الحصان وطولت وخدت يلا وضحكة كتير. احنا لينا وجود، احنا لينا مكان. كابتا عصان فهاني قوي، انا مبسوطة ان انا جيت هنا بصراحة. انا بحب اركب الخيل وبحب اتفرج على الخيل، وكمان بحب اشكر سيادة الرئيس. اجواء من البهجة والفرحة عمت وادي الفروسية وسط حضور عدد من الفنانين الذين حرصوا على التقاط الصور مع القادرون باختلاف والتفاعل معهم. أجمل يوم في حياتي إن أنا في وسط حبايبي وصحابي ولادي كلهم فنانين، وأنا سبت نفسي معاهم في وسطهم، وما كنتش عايزة خالص أسيب المسرح من كتر ما كنت مبسوطة وسعيدة. كل سنة وانتوا طيبين، ويا رب دايما يجمعنا على الخير ونبقى في وسط الملايكة دول. دولة
اهتمت قوي بذوي الهمم لان فعلا هم جزء من المجتمع وبجد هم قادرون، يعني هم فعلا قادرون وقادرون باختلاف بمعنى الكلمه، لان فعلا في مجالات كتيره جدا حققوا ارقام اكثر من الاسوياء كمان. يعني انا ما بسميهمش ذوي الاحتياجات الخاصه، بسميهم ذوي القدرات الخاصه، لان الناس دي احنا يعني بنشوفهم كده في الحياه، لكن هم عندهم قدرات وامكانيات كبيره جدا وممكن تساهم في انجازات كبيره. حاجه في منتهى السعاده النهارده ان الواحد يشوف كم الساده الضباط واحتوائهم للاطفال ذوي الهمم، وشيء جميل ربنا يديمه علينا المحبه وتجمعنا مع بعض وان كلنا نتفاعل كده ونتاثر. وجود القادرون باختلاف النهارده على يعني مع جانب احتفالات بعيد الشرطه ولفته جميله وتتماشى مع المبادره اللي اطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوجود قادرون باختلاف بشكلهم الحقيقي، هم الملائكه، هم اللي احنا عايشين الحقيقه يعني ببركتهم فلفته مش جديده على وزاره الداخليه. من النهارده مصر كسبت الرهان، فين تلاقي زيها امن وامان، ام توفي وعدها في كل ركن منها، تلقى ليا في مكان. وجه القادرون باختلاف وذويهم الشكر لوزارة الداخلية على هذا الاهتمام والدعم المقدم لهم، كما قدموا لرجال الشرطة التهنئة بعيد الشرطة الذي يرمز للتضحية والفداء. ربنا يخلي رئيسنا، يعني عايز أقول لك على شأن أولادنا، خلى الناس تشاور علينا وتقول فعلا احنا اولادنا قادرون باختلاف. كل رجال الشرطه بصراحه كانوا في استقبالهم، والولاد صعبه، الحاجات دي بتفرق معاهم كتير. يعني الاحتفاليه اللي بتاعت الشرطه رائعه واكثر من رائعه، وبنشكر سياده الرئيس ان هو بيهتم بالاولاد الاحتياجات الخاصه اهتمام عظيم جدا. يوم مبهج وسعيد جدا وكلنا في منتهى السعاده، احنا واولادنا حقيقي يوم احنا مش هننساه من عمرنا. ما كنتش متخيله ان هو ممكن يبقى بالجمال ده. انا بنتي صغننه بس فرحت فرح يعني مش قادره اوصف لك فرحانه ازاي، وشافوا حاجات جميله وانبسطوا قوي لدرجه بنتي بتقول لي يا ماما احلى يوم في حياتي النهارده. هذا الدعم الذي تقدمه وزاره الداخليه للقادرون باختلاف مستمر، سواء في تيسير خدمات شرطيه تقدم لهم او مشاركتهم لاحتفالات والمناسبات لرسم الفرحه على وجوههم لمواصلة رحلة التحدي. من النهاردة مصر كسبت الرهان، فين تلاقي زيها أمن وأمان، أم توفي وعدها. أنا حبيب السيسي أحلى الدنيا حياتي، أبي جوه أحلى الدنيا حياتي، بحبك يا ريس. حرص واضح من وزارة الداخلية على أن تشارك القادرون باختلاف الاحتفالات بأعياد الشرطة، في تأكيد واضح على اهتمام الدولة بهذه الفئة وتقديم الدعم والمساندة لهم ومشاركتهم كافة الاحتفالات. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حرب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 586 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 197 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 20 طن، كما تم ضبط أكثر من 152 طن. في مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض. أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فتم ضبط قرابة 6 أطنان، كما تم ضبط 20 طن أسمنت في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء. أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 448 قضية، من بينها 136 قضية خبز ناقص الوزن و114 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 5 قضايا بمضبوطات بلغت 42 طن.
قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بجولة تفقدية للكلية الحربية. التقى الفريق أول محمد زكي بالطلبة المستجدين وأسرهم أثناء زيارتهم لذويهم بالكلية الحربية، ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. كما طالب الفريق أول محمد زكي طالب الطلبة الجدد بالحفاظ على ما اكتسبوه من قيم أصيلة ومبادئ راسخة تتوارثها العسكرية المصرية جيلا بعد جيل. قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بجولة تفقدية للكلية الحربية، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة العملية التعليمية والأنشطة التدريبية بالأكاديمية والكليات العسكرية، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. كما التقى الفريق أول محمد زكي بالطلبة المستجدين وأسرهم أثناء زيارتهم لذويهم بالكلية الحربية، ونقل لهم تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. كما وجه التحية والتقدير لأهالي الطلبة المستجدين لما تحملوه من جهد في تربية أبنائهم على تحمل المسؤولية وحب الوطن، مقدما الشكر والعرفان للأسرة المصرية الأصيلة التي تحمل على عاتقها مسؤولية اجتماعية كبرى لإعداد أجيال من أبناء مصر القادرين على العمل والعطاء مهما كلفهم ذلك من تضحيات، إيمانا بأن الأوطان لا تبنى إلا بسواعد أبنائها المخلصين، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تحرص على توفير كافة أوجه الرعاية والاهتمام بمقاتليها عقب الالتحاق بصفوفها ونيلهم شرف الانضمام للعسكرية المصرية. كما طالب الفريق أول محمد زكي الطلبة الجدد بالحفاظ على ما اكتسبوه من قيم أصيلة ومبادئ راسخة تتوارثها العسكرية المصرية من جيل إلى جيل، مؤكدا ضرورة مداومة البحث والاطلاع والمعرفة لمواكبة التطور العلمي في كافة المجالات بما يتناسب مع تطور المهام والواجبات التي سيكلفون بها في المستقبل. من جانبهم أشاد أسر الطلبة المستجدين بالروح المعنوية العالية التي وجدوا أبناءهم عليها، مؤكدين أن التحول من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية لم يكن بالأمر اليسير لولا وجود أبنائهم بين نخبة من أفضل عناصر القوات المسلحة الذين ساعدوهم على الانخراط في الحياة العسكرية ليكونوا خير امتداد لأجيال سبقوهم في سجلات حب الوطن. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك وتربيه ايديكم، وهم اللي هيبقوا مستقبل البلد ومعاكم وبيكم هيبقوا احسن حاجه. وقوات المسلحه دي تعمل مصنع، بتاخد رجاله وبتطلع اساتذه. وربنا يحمي مصر ويبارك فيكم جميعا من اصغر جندي لسياده الرئيس، وتحيا مصر ضحيا مصر الف مره. ويبارك فيكم لان انتم ما ضيعتوش تعب. طبعا اضاف له طبعا وجوده في الكليه الحربيه طبعا، ويعني سلوك عسكري جميل بصراحه حاجه تبهر. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. يعني يبارك في جيش مصر وفي الرئيس حضره الرئيس، ربنا يديله الصحه ويبارك فيه. يعني ده اعظم اب شفناه، يعني ربنا يديله الصحه يا فندم، ونشوف دايما يا رب جيش مصر في احسن وابهى الصور يا رب ان شاء الله. انا احب اقول للقوات المسلحه ان انتم بتخرجوا رجال، بيخرج يتخرج راجل، بسم الله ما شاء الله، تدريب ورجوله واداب واخلاق، بسم الله ما شاء الله. يعني فعلا يعني فرق في يعني خلال شهر بسم الله ما شاء الله حاجه جميله، وشخصيه قويه ومعتز بنفسه وقدوه وحاجه اتشرف بيها وخير لبلده ان شاء الله باذن الله تعالى. بنوجه التحيه والشكر لقواتنا المسلحه ولجيشنا المصري الباسل العظيم على مجهوداته العظيمه وعلى انشاء الشباب القدوه والفتيه العظيمه. فتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، ويحيا جيش مصر العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه انا بقول ولقد مننا عليك مره اخرى
ابني من سنتين الكبير اتقبل، وادي زياد اتقبل برضو، فالحمد لله ألف حمد وشكر لله سبحانه وتعالى. ويعني أنا فخورة جدا إن ولادي انضموا للقوات المسلحة الاثنين بفضل ربنا سبحانه وتعالى. طبعا أنا بشكر القوات المسلحة كلها من أول رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أصغر فرد في القوات المسلحة. بحب أقول لهم ربنا يحافظ عليكم يا رب، ويحافظوا على المكانة اللي هم وصلوا لها دي، وربنا يتم عليهم نعمه ويديمها عليهم يا رب إن شاء الله. لا اختلاف، هي فترة قليلة بس كفاية أن أنا دلوقتي شفت راجل أفتخر بيه حقيقة، يعني بصراحة التزامه دلوقتي غير قبل كده. وبعدين يعني أنا وهو فدا مصر، ودي أقل حاجة، وأنا بفتخر جدا 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 ربنا حقق أمنيتي وأمنيته هو كمان، وأن هو يخدم مصر ويكون فدا مصر زي ما قلت لحضرتك يعني. وشرف لينا يعني بصراحة انضمامه للقوات المسلحة، حاجة فخر في منتهى الفخر طبعا ان ابني يبقى منضم للقوات المسلحة، دي حاجة تشرف اي حد يعني، وما شاء الله يعني حاجة جميلة جدا وشعور ملوش وصف بصراحة. اقول يا ربنا يحميك يا ابني انت واللي زيك، ويخليكم ويعليكم يا رب، وينصركم وينصرنا على عدينه. ربنا يحفظهم كلهم يا رب، ويرعاهم ويكرمهم يا رب، ويجبرهم باذن الله. لا بسم الله ما شاء الله يعني الله اكبر، يعني حاجة تشرف بصراحة يعني، ربنا يبارك فيهم كلهم ويحفظهم يا رب. أنا فخور إن ابني دخل حربية، وبعتز بالحربية لأن كنت نفسي أكون مكانه قبل كده، والحمد لله الحمد لله. وأنا يعني بناشد كل أب إن هو يزرع في ابنه نخوة وحب مصر، وتحيا مصر تحيا مصر. أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة 17 من قوافل ستر وعافية لأهالي قرى الحمولي وتوابعها بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وذلك بمشاركة أكثر من 13 كيانا من كيانات التحالف الوطني لتقديم خدماتها لأكثر من 15,000 مستفيد. يأتي ذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأهالي أكثر استحقاقا، وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفقا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف، والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا. هذا وتقدم القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين، تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات للكشف والعلاج وتركيب أجهزة تعويضية لذوي الهمم، وتتضمن القافلة أيضا منفذا لتوزيع مواد غذائية ولحوم وبطاطين ضمن مبادرة شتاء دافئ، بجانب إقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة للمواطنين. ذكرت وسائل إعلام رسمية نقلا عن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش العملية العسكرية الخاصة لموسكو في أوكرانيا، ذلك مع مجلس الأمن القومي. وبحسب وكالة الإعلام الروسية فإن الاجتماع شهد تبادلا لوجهات النظر حول تقدم العملية العسكرية الخاصة. قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الولايات المتحدة تتوقع هجوما أوكرانيا مضادا في الربيع، مشددا على أنه يتعين على الحلفاء مساعدة كييف في الاستعداد له. وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع لحلفاء أوكرانيا في ألمانيا، أضاف أوستن أن هناك فرصة سانحة بين اللحظة الراهنة والربيع، أي عندما تبدأ أوكرانيا الهجوم المضاد، مشيرا إلى أن هذه ليست فترة طويلة ويجب جمع القدرات المناسبة. القوات الأوكرانية لحد الساعة قد قادت على الأقل هجمات معاكسة في خاركيف وخيرسون، وكانت ناجحة وأيضا بالقرب من الخطوط الروسية في شرق خاركيف، ثم طبعا قادوا عملية في خرسون ناجحة. إذن سننظر هل ستصل المعدات وهل سيتدربون، وينبغي شحن ذلك طبعا بسرعة إلى أوكرانيا
وفي خطه في اطار خطه المنسقه. الجنرال لوزي طبعا وانا تحدثنا عن الرؤيه ليس في تطبيق التفاصيل، فهو يعمل على ذلك وسنرى ما سيحدث. أكدت ألمانيا أنها ستحتاج إلى اتفاق مع الحلفاء لمنح الضوء الأخضر لتسليم دبابات ألمانية الصنع إلى أوكرانيا. وأوضح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أنه لا يستطيع تحديد موعد اتخاذ قرار بشأن تسليم الدبابات الألمانية، لكنه أشار إلى استعداد برلين للتحرك بسرعة حال وجود إجماع بين الحلفاء حول هذا الأمر. نحن بحاجة إلى اتفاق من الحلفاء لمنح الضوء الأخضر لتسليم دبابات ألمانية الصنع إلى أوكرانيا لمواجهة روسيا، ولا نستطيع تحديد موعد اتخاذ قرار بشأن الدبابات، لكن ألمانيا مستعدة للتحرك بسرعة إذا كان هناك إجماع بين الحلفاء. كما يجب تقييم جميع الإيجابيات والسلبيات الخاصة بهذا القرار بعناية شديدة. قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، قال إن الدول الأوروبية مستعدة لإرسال دبابات ثقيلة إلى أوكرانيا، مضيفا أنه يأمل في اتخاذ قرار بإرسالها. يأتي ذلك فيما أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا والسويد ودنمارك عن شحنات جديدة كبيرة من الأسلحة إلى أوكرانيا، حيث كشفت واشنطن عن أحدث حزمة مساعدات عسكرية تصل إلى 2,500,000,000 دولار. جدل وخلافات تقسم الحلفاء الغربيين حول النهج التدريجي المتخذ لتزويد أوكرانيا بالدعم العسكري الذي تحتاجه لمواجهة روسيا، وينقسم الحلفاء حول ما إذا كان سيتم توفير الأسلحة الثقيلة التي طلبها المسؤولون الأوكرانيون وكيفية تقديمها. ففي الأيام الماضية أظهر طلب الجيش الأوكراني لمئات من دبابات أبرامز الأمريكية الصنع وليوبارد الألمانية هذا الانقسام الغربي، وهي القضية المركزية لقادة الدفاع الذين يجتمعون في ألمانيا في قاعدة رامشتاين الجوية، وهو الاجتماع الأحدث في سلسلة من الاجتماعات منذ بدء العملية العسكرية التي اقتربت من عامها الأول لمناقشة إمدادات الأسلحة لأوكرانيا خاصة دبابات ليوبارد 2 الألمانية. وتتمتع برلين بحق رفض أي قرار تصدير لهذه الدبابات، وبدا أن حكومة المستشار أولاف شولتز مترددة حتى الآن في السماح بنقلها إلى أوكرانيا خوفا من استفزاز روسيا. وقد أصرت برلين بشكل خاص على أن تقدم واشنطن الدبابات أولا، لكن إدارة بايدن تقول إنه ليس لديها خطط لإرسال دبابات أمريكية في هذا الوقت. وفي هذا الإطار خيم الخلاف في الأفق على اجتماع بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بوستوريوس، حيث طرح أوستن وفريقه حجة حول سبب اعتبار الدبابات الألمانية أكثر ملائمة لأوكرانيا، مؤكدا أن ليوبارد الألمانية تستهلك وقودا أقل من أبرامز الأمريكية ومن الأسهل صيانتها، وربما الأهم من ذلك أنها متوفرة بالفعل على نطاق واسع في جميع أنحاء أوروبا. وفي الوقت الذي يتوقع فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قرارات قوية من قادة الدفاع في حلف شمال الأطلسي ودول أخرى لمناقشة تعزيز قدرة أوكرانيا على مواجهة القوات الروسية عبر تزويدها بدبابات حديثة، تسعى الدول الغربية إلى أن تنأى بنفسها وتدفع الطرف الآخر إلى تزويد أوكرانيا بأسلحة في مواجهة مع موسكو. نقلت وكالة رويترز عن مصادر دبلوماسية قولها إن دول الاتحاد الأوروبي تعمل على حزمة عاشرة من العقوبات على روسيا تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل بسبب الحرب في أوكرانيا. وأوضحت رويترز أن مسؤولين كبار من 3 دول قالوا إن الجولة التالية من العقوبات ينبغي أن تكون جاهزة بحلول الذكرى الأولى للهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير، ذلك في وقت طالب فيه عدد من أعضاء الاتحاد الأوروبي بالفعل بفرض عقوبات جديدة، وذلك لتقييد تعاون التكتل مع روسيا في مجال الوقود النووي وحظر واردات الألماس الروسي، بالإضافة إلى خفض مستويات التبادل التجاري مع بيلاروسيا، بالإضافة إلى تدابير أخرى. قال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان غالوشينكو إن الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا يتدهور. وأرجع غالوشينكو السبب في تدهور الوضع بالمحطة
إلى الحالة النفسية السيئة لطاقم العمل الأوكراني العامل بالمحطة وحالة المعدات، بينما تتكرر تعرض المحطة الأكبر للطاقة الدموية في أوروبا للقصف. ظهرت مخاوف من وقوع كارثة نووية، فيما تحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إقامة منطقة آمنة حول المحطة. حذر صندوق النقد الدولي من التداعيات الخطرة للفشل في زيادة سقف الديون الأمريكية على الولايات المتحدة وعلى العالم بأسره. يأتي ذلك في الوقت الذي بلغت فيه الحكومة الأمريكية الحد الأقصى لسقف الاقتراض عند 31.4 تريليون دولار. لا تزال الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وجائحة فيروس كورونا تلقي بظلالها على اقتصادات دول العالم، ولم تنأ الولايات المتحدة عن الأزمة العالمية، حيث بلغ الحد الأقصى لسقف الاقتراض عند 31.4 تريليون دولار في ظل مواجهة بين مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون من جهة والرئيس بايدن وحزبه الديمقراطي من جهة أخرى. المواجهة حول رفع السقف الذي يمكن أن يؤدي إلى أزمة مالية في غضون أشهر قليلة وفقاً لصندوق النقد الدولي. فوزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالين أبلغت قادة الكونغرس ومنهم رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي أن وزارتها بدأت في استخدام إجراءات إدارة نقدية استثنائية والتي يمكن أن تتجنب التخلف عن السداد حتى 5 يونيو، وهو الموعد الذي لن تستطيع عندها الحكومة دفع فواتيرها على حد تعبيرها. في المقابل يسعى الجمهوريون الذين فازوا بأغلبية مجلس النواب مؤخراً إلى استخدام الوقت حتى تستنفذ إجراءات الطوارئ التي اتخذتها وزارة الخزانة من أجل انتزاع خفض في الإنفاق من بايدن ومجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون. كما يرى الجمهوريون أن وزارة الخزانة يمكن أن تتجنب التخلف عن السداد خلال المواجهة بإعطاء الأولوية لمدفوعات الديون. من جانبهم حذر قادة الشركات وبعض وكالات التصنيف الائتماني من أن المواجهة المطولة من شأنها أن تعصف بالأسواق وتزعزع استقرار الاقتصاد العالمي المهتز بالفعل. إذن هو فصل اقتصادي جديد تعيشه الولايات المتحدة، لكنه ليس الأول من نوعه، إذ شهدت الولايات المتحدة معركة مطولة حول سقف الدين في عام 2011 أدت إلى خفض التصنيف الائتماني لها وإجبارها لسنوات على تخفيضات في الإنفاق المحلي. توصل ممثلون من أكثر من 110 اقتصادات خلال فعاليات اليوم الأخير من المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية إلى مسودة اتفاقية بشأن تيسير الاستثمار من أجل التنمية في منظمة التجارة العالمية. وبحسب بيان، فإن هذا الاتفاق التاريخي يمهد الطريق لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، والذي يمكنه مواجهة تحديات الاستثمار وزيادة فوائد الاستثمار الأجنبي المباشر من أجل التنمية. ويدعم المنتدى الاقتصادي العالمي هذه الجهود بمشاريع تجريبية ومدخلات فنية وإطلاق المفاوضات في دافوس منذ نسخة يناير 2020. We'll be right back.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن تداول قائمة بأسعار حصص مجموعات الدعم المدرسية للطلاب، وذلك خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي. وشدد المركز على أن وزارة التربية والتعليم لم تعلن عن أي تفاصيل بهذا الشأن، ولا تزال بصدد مناقشة مختلف المقترحات بشأن آليات تفعيل وتنفيذ مجموعات الدعم المدرسية، ذلك خلال الفترة المقبلة في جميع المحافظات، ذلك لضمان تنفيذها وفقا لمعايير الجودة التعليمية كإحدى خطط الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور. ثمنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر نعيمة القصير وجود عمل مؤسسي لإدارة ملف التغطية الصحية الشاملة في مصر، وقالت القصير خلال مشاركتها في جلسة حوارية على هامش المؤتمر الدولي 15 للأورام أن مصر أحرزت تقدما واضحا نحو التغطية الصحية الشاملة في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بصحة المرأة المصرية، والتي تعد واحدة من أهم المبادرات الرئاسية للصحة العامة تحت مظلة المبادرة الكبرى 100 مليون صحة، وعملت على الكشف المبكر بجميع وحدات الرعاية الأولية مع رفع الوعي لدى السيدات، بالإضافة إلى وضع نظام إحالة قوي وسريع لتأكيد التشخيص والعلاج بدون الوضع في قوائم انتظار، وذلك بما يتماشى مع المحاور الأساسية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس بارد في الصباح الباكر معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وأيضا شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة جنوبا يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وأيضا على عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.
مشاهدينا، ومن أخبار الطقس إلى عناوين الختام. الرئيس السيسي يتفقد مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة. جدل غربي حول تسليم كييف دبابات، وبوتين يبحث الوضع مع مجلس الأمن الروسي. صندوق النقد الدولي يحذر من تداعيات الفشل في رفع سقف الدين الأمريكي على الاقتصاد الأمريكي والعالمي. انتهت نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة مازال مستمرا مع هدير أبو زيد. مساء الخير يا هدير. مساء الخير يا إلهام، مساء الخير يا رجائي. يعني بشكركم وبشكر كل صناع نشرة التاسعة النهاردة. أنا ممكن أسألك سؤال طيب في الأول؟ اتفضل. إلهام نمر على الحياد، زميلنا في الإخراج عمرو زكريا زملكاوي جدا وأنا أهلاوي جدا، بكرة ماتش أهلي والزمالك، أنت إلى أي من الجهتين هتميلي؟ الأهلي، أنا منتمي لجهة الأهلي. إن شاء الله تكون مباراة يعني قوية كلها متعة كروية كبيرة. يعني على الهواء دلوقتي أصلا احنا المفروض كلنا نمتاز بالحياد، نستمتع بالمباراة طبعا. ده اللي احنا مستنيينه من المباراة، زي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، الناس كلها تنبسط وتكون مباراة قوية، الجماهير تحتفل وتنبسط بحيادية تامة ان شاء الله. تبقى يعني دبلوماسيه على فكره هديه. لا ده الصح يعني، ان شاء الله نستمتع واحنا بنستنى المباريات دي طول عمرنا، ويكون ليها طابع خاص بعيدا عن الدوري وبعيدا عن اي شيء. حلقه موفقه ان شاء الله. شكرا جزيلا، استاذنكم نبدا برنامج التاسعه.